تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ما هي تحديات الأمن والسلم في العالم؟ عالم جديد يتشكل حافل بالاضطرابات. ولماذا فشلت الأمم المتحدة بأعلى هيئتها السياسية المتمثلة في مجلس الأمن في الحفاظ على السلم الدولي؟ وهل العالم يقف حقا على حافة حرب عالمية ثالثة؟ أم هي العودة إلى الحرب الباردة؟ سنناقش هذا الموضوع مع الكاتب والباحث في العلوم السياسية البروفيسور حمود صالحي، عميد كلية الدراسات الخارجية بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال مساهمته في كتاب صادر باللغة الإنجليزية International Relations and Security in the Digital Age، ترجمة العنوان باللغة العربية العلاقات الدولية والأمن في العصر الرقمي. نتعرف على ضيف البرنامج في هذه الورقة الإنفوغرافية ثم نعود للحوار. الدكتور صالحي، بعدما كنا نحاوركم عن بعد من هنا في التلفزيون الجزائري، أنتم اليوم تحضرون معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا على الضيافة، وأنا سعيد جدا وفخور وشرفي الكبير بأكون ببرنامجك هذا. أستاذ، لنبدأ بمساهمتكم في كتاب International Relations and security in the digital age، يعني العلاقات الدولية والأمن في العصر الرقمي. بماذا تتميز العلاقات الدولية والأمن في هذا العصر، أي العصر الرقمي؟ تلعب وما زالت ولعبت في السابق الثورة التكنولوجية دورا بارزا في العلاقات الدولية، نفس الدور الذي نراه على الوسائل الاجتماعية على المستوى المجتمع والدول. فالثورة التكنولوجية لعبت دورا أساسا. اليوم التطور يذهب إلى أبعد بعد كبير في العلاقات الدولية، وهو أساسا مرتبط بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي سيؤثر تأثيرا كبيرا، ولحد الآن مازال هذا التأثير واضح في كيفية التعامل مع الاختراعات التي نقوم بها والطابع الأخلاقي والنظم الأخلاقية التي نتمسك بها. هل هذه الآلة التي نكتشفها وهذا الذكاء الاصطناعي الذي نبرمجه، هل يقف وكيف سيقف أمام ارتكاب جرائم أخلاقية مثل الحرب وما شابه؟ هذا من جانب التطور. التطور الثاني يحصل على مستوى الحركات والنشاطات في العلاقات الدولية، ابتداء من وثيقة معينة إلى التعامل، لقاءات رئاسية، وفي الأمن استعمال التكنولوجيا في مثلا أسلحة الطيار بدون طائر. بالإضافة، هذا من جانب هذا التطور النشاط وما يحصل. الجانب الآخر هو أثر هذا على دراسات العلاقات الدولية، وهنا ما زلنا في طور النشأة، ما زلنا نتحدث عن كيفية خلق بلورة تصور يسمح لنا فهم هذه الظاهرة في إطار المدارس الكلاسيكية المعروفة، الليبرالية وما شابه. أستاذ، إذا نظرنا إلى المشهد الدولي حاليا، نجد تصاعد الحروب وأيضا الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، وأيضا مخاطر البيئة، وحتى أيضا التهديدات الإلكترونية. إذا نظرنا إلى كل هذه المظاهر، نفهم أن هناك تدهور ملحوظ للأمن في العالم. فما هو المفهوم الجديد
لتهديدات الأمن والسلم في العالم؟ هناك تطورات حصلت منذ جائحة كورونا. جائحة كورونا نظرت إلى الأمن في إطار احتياجات المجتمع، فخرج من جائحة كورونا. في كورونا أستاذ لو سمحتم طرح مفهوم الأمن الصحي. الأمن الصحي مرتبط أيضا بالاكتفاء الذاتي، دور الدولة التي أصبحت مقوقعة ومهتمة أكثر بمصالحها الدولية، وخاصة فيما يخص الصراع بين الغرب والشرق. ظاهرة أن الولايات المتحدة رفضت أن تعطى أو أن تعطي أو تشارك الاختراعات التي وصلت في مجال الكورونا مع دول العالم الثالث. كيف أن الغرب استعمل هذا الدواء كورونا لما تكتشف لخدمة مجتمع أولا وناس المجتمعات الأخرى. فكورونا أعطت نوع من الاهتمام بالمشاريع أو المجتمعات وإيجاد طرق لحمايتها من الأمراض، من الجائحة، من الاقتصاد والاعتماد على الغير. ثم جاء مفهوم جديد بالغزو أو الحرب أوكرانيا. هنا دخلنا في أمن جديد، وهو ما هو علاقة ودور الأمن الأوروبي في ربط في ضمان السلم، ثم ما هو دور الولايات المتحدة في المجتمع الدولي أو في الصراع أو المجتمع الغربي. وكان واضحا أن الولايات المتحدة تدخلت في أوكرانيا لأسباب استراتيجية مهمة، وهي الحفاظ على سيطرتها على النظام الدولي. وأخيرا جاءت أحداث غزة. غزة قلبت كل شيء في العلاقات الدولية. فلأول مرة نرى فشل القانون الدولي وعدم الاحترام للقيم الدولية كما نعرفها، رغم أن هذه القيم نشرت وأسست من طرف المجتمع الغربي، وهي مبادئ المجتمع الغربي يتحدث بها، وهو يطبقها في أوكرانيا ولا يطبقها في هذا السياق. ما هو المفهوم الجديد للأمن الدولي؟ مفهوم الجديد هو مرتبط بهذه الأحداث، أن الأمن أصبح أمن يتعدى الدول ليشمل الفرد، خاصة بالتطور التكنولوجي الآن. مسألة كيف نتعامل مع الخطر السيبرالي يعني الحروب الإلكترونية. أستاذ، يعني لو نعمل مسحة على العالم نجد أن كثير من الدول، ليست الدول القوية أو الكبرى فقط، أنها لا تحترم القانون الدولي والشرعية الدولية، وكأننا نعيش في فوضى شاملة. هل هذا يعني أن العالم يعود إلى مرحلة قبل تنظيم الدولي؟ أعتقد أن الاستنتاج له أهمية، لكن أعتقد أكبر لسنا في تلك المرحلة، بمعنى أن الكل يقتل الكل أو ما تدعيه المدرسة الواقعية. الذي حصل أن بعد ظل ما يحدث في فلسطين، أن أصبح المفهوم الغربي للقيم الدولية غير مقبول، فتزايد الفجوة ما بين المفهوم الأمني في الجنوب والمفهوم الأمني في الغرب. هذه الفجوة رأيناها في اتخاذ مواقف دول من الجنوب ضد الولايات المتحدة في التصويت أمام مجلس في الجمعية العمومية فيما يخص القضية الأوكرانية، ونراه اليوم في انعزال الولايات المتحدة في مجلس الأمن بحكم وقفها بإسرائيل. فنحن في فترة إعادة النظر إلى هذا النظام العالمي الذي برز في 1948 في بعد الحرب العالمية الثانية، واستمر بدون نقاش رغم تحررات التغيرات التي رأيناها في المجتمع الدولي، ورغم
محاولات جديدة مثل النظام الاقتصادي الجديد التي دعت إليه الجزائر في السبعينات ولم يؤدي إلى شيء كبير في هذا المجال. فرأينا أن هذا النظام لم يتغير وأصبح يسيطر الدول الغربية تسيطر عليه والنظام الأمريكي يسيطر عليه. ثم بدأنا اندحار الاتحاد السوفيتي أدى طابع آخر للنظام الدولي، وهنا يقول كما نعرف فرانسيس فوكويوما الذي قال أن هذه نهاية التاريخ والعالم الرئيسي فاز. ودخلنا في عدم حتى إدراج مناقشة هذا النظام، بل أن الولايات المتحدة رفضت موقفا جديدا وأعطت تعريفا جديدا للحلف الأطلسي، حيث أصبح في أوائل التسعينات أن الإسلام هو العدو للغرب والإسلام السياسي كما يعرفون. وهذا أيضا فكرة كانت جاءت من السابق هانتنغتون وبريزينسكي الذين كانوا يتحدثون عن التقاء المعسكرين الشرقي والغربي في مفاهيمهم للدول للعالم، وإن الخطر الإخلاقي أو هو يأتي من المجتمع الأقليات والديانات، والإسلام كان في أول هذه الدرج. فدخلنا في بقعة جديدة من الصراع الدولي بعد في التسعينات، ودخلت الولايات المتحدة في محاولة السيطرة على العالم بفضل أهدافها الاستراتيجية سواء في الشرق الأوسط وما شابه. هذا ربما بعد الحرب العالمية، بعد الحرب الباردة، يعني خرجنا من الثنائية القطبية إلى الأحادية، وبرزت الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. ولكن ما يلاحظ على المنظمة الدولية، هيئة الأمم المتحدة، قد فشلت في حل الكثير من النزاعات والصراعات، لا سيما في الشرق الأوسط. وصلت إلى حد أن الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى رفح، وعلى مشارف رفح ألقى خطابا ولم يستطيع الدخول إلى قطاع غزة. فما تعليقكم على تحدي الكيان الصهيوني لمنظمة الأمم المتحدة؟ من جانب هناك شجاعة هي التي غابت للمسؤول أو للسكرتير العام للأمم المتحدة. كان بإمكانه أن يدخل ويحمل جميع هيئات الأمم المتحدة، وهناك نداء كان بإمكانه أن يدخل إلى قطاع غزة، كان بإمكانه أن يفعل ويتحدى كل ما يجري، مثلما الدول الإسلامية اليوم أو الجامعة العربية، أعضاء الجامعة العربية بإمكانهم أخذ حفلات ويذهبون. لكن كيف يدخل مع القبعات الزرق؟ إذا كانت هناك شجاعة ونية احتمال موجود، لكننا وصلنا إلى قناعة بأن هذا الكيان الصهيوني لا ينهزم. والغريب من هذا أنه انهزم في الطوفان يوم 7 أكتوبر، ولكننا ما زلنا نؤمن بأن إذا اتخذنا مواقف ضد الولايات المتحدة أو ضد الكيان الصهيوني فإننا سنفشل. هذا غلط كبير، وربما هذه السمات، هذا البعد أو النظرة التي يعطيها الكيان الصهيوني. شيمون باريس كان يقول أن إسرائيل كانت لا تملك القنبلة الذرية، لكن خبر ادعاء بأنها تملك القنبلة الذرية أعطاها، كان ساعد في استمرارها. فليس الملكية لكن الطريقة التي نصوت بها. بمعنى آخر، أن بطرس غالي كان يقول، أن والعديد من الشخصيات تقول هذا، أن ما يحكم ما تقوم أن قوة الأمم المتحدة هي بقوة أعضائها. نعطيك مثال بسيط، ننظر للموقف الجزائر الأخير في جمعية الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وننظر أيضا إلى موقف الصين، ليس الصين، الهند، عندما كانت عضو في مجلس الأمن. من أحد النتائج الكبرى التي تحصلت عليها الأمم المتحدة وبقيادة الهند هو تمرير لائحة تفرض على أعضاء مجلس الأمن الدائمين بتفسير استعمالهما لحق الفيتو.
هذا أو وبمعنى أن هذه الأعضاء تأتي إلى الجمعية العمومية لتقدم ذلك. ما رأيناه هذا بأن العضو مثل الهند كانت ناشطة في تقديم هذه اللوائح، فالعضو مهم. الجزائر نفس الشيء، لما ننظر إلى مواقف الجزائر لحد الآن والحنكة السياسية كيف تقدم هذه المواقف، آخر تقرأ القرار مجلس الأمن يتحدث على يطالب بإسرائيل أن 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 تتخذ مواقف، تقف النار وتقدم وتقف هذه الحرب بتعبير قصير. كان والجزائر كان بإمكان الجزائر والانتقاد التي قدمت للقائد أننا لم نستعمل مبدأ 6 أو 7 من حتى يعطيها، لكن هذا قراءة خاطئة. وأيضا يتماشى الموقف الجزائري أعطى فرصة لوضع الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة في موضع يجب عليهم أن يقرروا ويتخذوا موقف من القرار، وهو أدى إلى الامتناع. بمعنى آخر أنه وجود فرد أو دولة ونية تأمن بتغيير هذا النظام مهم. قوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي هو ناتج عن نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يتغير ذلك القانون حتى اليوم. قوانين في الوقت الذي مثلا على سبيل المثال، وهو منذ البداية كان نظام ضد الشعوب المتخلفة، ضد المجتمع الجنوب. بمعنى آخر أنه عندما أنشأت إسرائيل اعترف بها بعد أن قبلت إسرائيل في ذلك الوقت بقبول ألمانيا كعضو في الأمم المتحدة، واشترطت إسرائيل أن تقوم ما تريد في 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 فلسطين. لذلك كانت هناك نكبة، ولم وقبلها العالم ب سنعود إلى هذا الموضوع بتفصيل إلى المقاربة الأمنية في نظرة الصهيونية. ما هو منطقي أن الأمن والسلم هناك علاقة جدلية، فلا أمن بدون سلم والعكس صحيح، لكن الكيان الصهيوني يضع أمن الكيان قبل السلم. ما رأيكم في هذه المقاربة الصهيونية للأمن؟ لا، الكيان الصهيوني معروف، هو يريد إبادة الفلسطينيين، وهو بالنسبة إليه هو صراع عقائدي. والكيان الصهيوني معروف في فلسفته وبرامجه أنه يريد أن يقضي على كل فلسطيني. وما رأيناه ما نراه اليوم من مجاعة معروف موثق. وعلى سبيل المثال سارة روي أستاذة من هارفارد في العلاقات الدولية نشرت أخيرا مقال تستشهد به بتليغراف كان بعثته السفارة الأمريكية من في تل أفيف إلى الوزارة الخارجية الأمريكية. فيه يقول الممثل الأمريكي بأنه تحدث الإسرائيليين يتحدثون بإبادة وإعطاء وتجويع، هذا في 2008، وتجويع الفلسطينيين حتى يؤدي إلى نهايتهم. وإسرائيل تفتخر بكذا، هذه وثائق معروفة جدا. فالكيان عندما يتكلم عن الأمن يتكلم عن الأمن من منطلق أنه يريد البقاء بدون القضاء على الفلسطينيين. لا ننسى أن أطروحة أوسلو كانت بدأت بمبدأ فكرة السلم. هناك فرق بين السلم والأمن، الأمن عسكري، السلم اجتماعي يشمل جميع الأطراف المعنية. فأوسلو كان بدأ على فكرة الاعتراف
بدولتين، وعلى أساس أن الأرض مقابل السلم. هذا مكان. ونتنياهو في 1997 عندما استدعي للحضور في قمة مينا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كما معروف ذلك الوقت، رفض أن يحضر بعد أن رفض القادة العرب وجوده، لكن كان يتحدث، كان يقول أن الاندماج في الاندماج مع الوطن العربي لا يهمني، يهمني أنني أتفتح إلى الغرب، لأن العرب متخلفين. فاقتصاد إسرائيل متطور جدا في ذلك الوقت، كان لكل إسرائيلي ستة إسرائيلي يملك جهاز كمبيوتر، في العربي كان بالألاف كمبيوتر واحد على سبيل المثال. فهذه الفكرة، إسرائيل تفكر بالأمن، تفكر بأن المسألة هي مسألة القضاء على الفلسطيني وإبادتهم. أستاذ، الأمن والسلم ما زال رهينة حق الفيتو في مجلس الأمن. نتساءل ما ذنب الفلسطينيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل حق الفيتو الذي وصل إلى 45 مرة كلما تعلق الأمر بإدانة الكيان الصهيوني لانتهاكاته لحقوق الإنسان، حقوق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة. عدة عوامل، بعضها مرتبط بعوامل خارجية وهو مؤامرة كما نعرف بعد الحرب وأثناء الحرب العالمية الأولى، وعد بلفور وما شابه، هذه مؤامرة معروفة جدا أقادتها الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا، والحديث هناك يطول ومعروف جدا. هناك أيضا مؤامرة عربية، أن الدول العربية والإسلامية فقدت غيرتها أو لم تعد تهتم بالفلسطينيين أو تجعل قضيتهم القضية المحورية. هل جاء ذلك في سياسة ما تعرفه بالتطبيع؟ التطبيع يأتي بعد ذلك، والتطبيع كان نتيجة عدة عوامل. مثلا عندما نبحث، عندما ننظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي وخاصة الصراع الفلسطيني مع الكيان، نجد أن هناك بؤر أو أوقات أين الولايات المتحدة تتدخل ليعرف بما هو إدارة الأزمة، بمعنى أنها وصلت إلى مرحلة يجب أن تدير هذه الأزمة حتى لا تغير، حتى لا تؤثر في سمعتها في الوطن العربي. فقبل 2016 وهو عهد باراك أوباما، كان العرب يملكون تأثير البترول، بمعنى أنهم يملكون النفط الذي بإمكانه حسبهم التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية. لكن في عهد باراك أوباما الولايات المتحدة وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، حيث لم تعد تهتم ولم تكن تبعية على النفط. الجانب الآخر أيضا، في 2005 تعلن الولايات المتحدة بأن البترول الأفريقي بترول استراتيجي، معناه أن الصفة الاستراتيجية اللي يعطوها للنفط، الصفة الوحيدة هي تعطى للبترول الخليجي. الآن عندما يصبح البترول الأفريقي يشابه البترول ويتساوى قيمته مع البترول الخليجي، هذا أصبح تطور كبير. ديك شيني هو اللي قال على ذلك، تابع ذلك بإنشاء مؤسسة الأفريكوم، الأمن العسكري في أفريقيا. هذه كل التطورات سمحت إلى إدارة أوباما بتقول تضع الشرق الأوسط وتصبح تتجه إلى آسيا، الصين وروسيا. في ظل هذه التطورات يأتي دونالد ترامب ويمضي اتفاقية العصر مع أحد الدول الخليجية، اتفاقية أبراهام. اتفاقية أبراهام قامت بعد ذلك، كان اتفاق اقتصادي مع المملكة العربية السعودية بحوالي مليارات الدولارات من أجل بناء نظام اقتصادي ومشابه. في نفس الوقت تقوم بمرحلة التطبيع، والتطبيع كانت هدفها الأساسي أن العرب نائمون وأن الفلسطينيين، قضية الفلسطينيين أصبحت غائبة. لذلك
هذه وذلك من ما رأوه مع الاتصالات مع القادة العرب. القادة العرب كان كارتن، رئيس كارتر يقول لا أدري لماذا القادة العرب يقولون لي بشيء عندما أكون بمفردهم ويقولون شيئا آخر لشعبهم، وهذا التناقض كان يغضب في قائد عربي مسؤول عربي يقول في هذه الشهور الماضية القليلة، يقول للإدارة الأمريكية في أحد اجتماعاتهم أنا بقدري أن أغير أي نظام أي قائد في منطقة الدول العربية. هذا استشهاد أن هناك مشكلة في نظامية في العالم العربي. والأكبر غلطة اكتشفناها في غزة أن العرب لم يتناسوا أخطائهم ويقبلون أننا فشلنا، وهذه هي فرصة العمر حتى نغير من هذه المبادئ ونقف وراء القضية الفلسطينية. هل هذا أستاذ يعني ما يفسر الفيتو المزمن للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي؟ الولايات المتحدة لها مصالحها الخاصة. الولايات المتحدة مصلحتها اليوم هي أن تحافظ على مواقعها الاستراتيجية. هناك خطر كبير على الولايات المتحدة. قوة الولايات المتحدة تقلصت كبيرا، لأنه العالم عندما ينظر إلى ما يجري بغزة ينظر أيضا للولايات المتحدة، طائرات الولايات المتحدة. الرئيس بايدن يضغط على الكونغرس بأن يقدم 18 مليارات دولارات مساعدات. في الولايات المتحدة لها مصالح استراتيجية. انظر ما يعمله اليمن في البحر الأحمر، المندب، هرموز، كل هذه المناطق أصبحت تعمل دورا كبيرا في سياسة في قوة تهدد قوة الولايات المتحدة. استعمالها الفيتو يخدم مصالحها، وإن كان هذه المصالح كما الأمريكان يقول لك هي متجانسة مع إسرائيل. اليوم كل ما يقوله الرئيس بايدن لحد الآن لم يتحدث ولم يقم بفعلة واحدة تجبر إسرائيل أن تقوم، كل كلام فقط، هذا هو. لأنه ما تقوم في الساحة الفلسطين مرتبط بالمصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة أيضا. ربما الوضع يختلف من الساحة الفلسطينية إلى الحرب الأوكرانية. على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، برزت تجاذبات دولية ذهبت إلى حد التهديد بالسلاح النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومؤخرا فرنسا، حتى أن الرئيس بايدن تحدث عن وشك وقوع حرب عالمية ثالثة. هل حقا العالم يقف على حافة حرب عالمية ثالثة، أم هي العودة إلى الحرب الباردة بصيغة جديدة؟ في التعبيرات الكلاسيكية كنا دائما نتحدث عن وجود حادثة غير يعني صدفة، ممكن أحداث قنبلة ذرية، ثم نتحدث عن قائد مجنون يستعمل. أعتقد وصلنا إلى مرحلة الخوف مما يجري، وإن استعمال القنبلة الذرية لأغراض استراتيجية معينة محتمل. ثم أيضا لا ننسى أيضا أن التطورات التي تحدث في هذا الجانب، هناك اليوم عندما ننظر إلى طبيعة الأسلحة التي تستعمل في غزة، طبيعة الأمراض وما هي الأمراض التي تتشكل، هناك من يقول أنها فقط استعمال السلاح النووي في شدة تدميرها، وهذا هو المشكل الأساسي. مشكل آخر مرتبط به جدا، ولا أعتقد أن العالم يعطي لها أهمية كبرى، هو الذكاء الاصطناعي، قوة الذكاء الاصطناعي والسيطرة على شبكة الإنترنت. الآن من يحكم الإنترنت؟ يعني ماذا أنت لما تروح تكتب، من هو المراقب، من الذي هو يراقب؟ هناك مثلا حكومات الأوروبيين اختاروا منظومة GDPR مثل ما يعرف، وهو حماية المصالح والمعلومات الشخصية. لكن الأمور أكبر، الصراع على مستوى الإلكتروني والحروب الإلكترونية أيضا مرتبطة بالصراع. ربما هذه ميزة العصر
الرقمي، لكن ما يلاحظ أيضا أستاذ في هذه التجاذبات هو غياب لغة العقل. حتى اللغة الدبلوماسية لم تعد مهذبة، أصبح هناك تهديد، أصبحت هناك مخاطر حقيقية يعني ممكن يعني أن تحدث مواجهة أو هنا هجوم بالأسلحة النووية يعني من حين إلى آخر. ممكن، وهذا هو الخوف. هناك سلم قبل ما نوصل إلى هذه المرحلة. هل السلم الأخلاقي غاب عن اللغة الدبلوماسية؟ نعم. هل السلم أو القيم الأخلاقية غابت عن العلاقات السياسية والعلاقات الدولية؟ والله لما تسمع لبعض الشخصيات والمصطلحات التي يستعملونها يعني نتأسف يعني. أستاذ يعني لو لاحظتم هذه لغة التهديد لم تكن موجودة حتى في عهد أو في حقبة الحرب الباردة، لما كان الزعماء مثلا خروتشيف أو بريجنيف وكان نيكسون وكان أيضا فورد، لم نسمع ولم تصل لغة التهديد واللغة الدبلوماسية إلى هذا المستوى. عوامل كبرى، هذه ظاهرة الإنترنت مثلا، لأن اليوم في السابق عندك السبق الإعلامي كان يستغرق 24 ساعة لأن الجريدة تكتب وتقرأ. الآن الخبر الإعلامي بمجرد ما يأتي ينشر مباشرة على فهذا من جانب. تطور التكنولوجي دفع إلى هذه الشخصيات بأن يقولوا يصرحوا به بدون أي مسؤولية. لكن الجانب الآخر المهم جدا هو غياب القادة الذين يملكون الكاريزما مثل ما رأيناها في السابق، وهذا راجع إلى طبيعة الأنظمة الحالية الموجودة الآن. الرئيس يصبح إداري مدر مانجر يعني وليس قائد مسير. وجماعات الضغط تؤثر فيه، الملايين من الدولارات تصرف في حملات الانتخابية، لذلك ليس له احترام للمبادئ وينظر إلى كيف يصل إلى ذلك الجمهور يكذب عليه ثم بعد ذلك يقول أنا غلطت. لكن الغلطة عندما تذكر تأتي متخبية في 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 ركن لا يراه أي حد. فهذه الطبعة أيضا أدت إلى 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 إلى, إلى هذا الاستعمال اللهجة الدبلوماسي الغير مهم. لكن في نقطة أساسية، وربما هذا الطالب الجامعي أو المتتبع، تصريحات ترامب لما كان كل الصباح على الثالثة إلى الرابعة مساء صباحا ينشر التويتر. لكن لما ننظر هذا التويتر ماذا يعمل؟ يبلع كل الأخبار التي تأتي في ذلك اليوم، أو الصحافة كانت كل يوم تنتظر ما هو تويتر. لكن ماذا حصل وراء ذلك؟ حصل حتى اتفاقية أبراهام لم تأتي كل هذا، لكن حصلت في غياب النظر إلى التطرق إلى معلومات. وترامب كان خبير جدا في هذا، فهو عندما يشتم لا يشتم لأنه يريد أن يشتم، يشتم لأغراض شخصية أخرى. وما زال دونالد ترامب ممنوع من التغريدة على تويتر. أستاذ لو نظرنا إلى هذا المشهد الدولي الذي يتمز باحتدام الصراعات، هل تتصورون وجود منظومة جديدة بديلة لمنظمة الأمم المتحدة أم إصلاح منظمة الأمم المتحدة بإشراك قوى دولية جديدة حتى تتحقق التوازنات ونضمن الأمن والسلام الدولي؟ نقطتين. النقطة الأولى هو النظر إلى طريقة تعامل الولايات المتحدة مع مستجدات ما بعد غزة، لأن وصلنا في هذه المرحلة أن اليوم سمعة الولايات المتحدة متدهورة جدا. ثانيا، فكرة أن إسرائيل تدافع على 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 على, على, على وجودها أصبحت غير مقبولة. لكن سابقا الولايات المتحدة وإسرائيل أساسا دائما يقومون ببدائل
تساعدهم وتخرجهم من الأزمة. اليوم في هذه في هذه في هذه الفترة إسرائيل الآن في الولايات المتحدة عندك برنامجين، برنامج ما يسمى الكناري، وهو كل من يقوم ويصرح بتصريح ضد ضد إسرائيل تنشر اسمه وصورته في موقع الكناري ويمنع خاصة الطلبة وتؤثر في طلباتهم. الجانب الآخر هو مشروع أكتوبر 7 والذي يشرح ويضع القطر الأطر التي يجب التعامل معها في إطار الرد على ما يحدث حاليا. إلى لاحظت في كل الوكالات اليوم نتحدث عادما العودة إلى ما حدث يوم 7 أكتوبر، غرضه الأساسي التذكير بأن الإسرائيليون كانوا ظلموا وليس هم الظالمين. شكرا البروفيسور حمود صالحي على حضوركم لهذا البرنامج، وذلك من خلال مساهمتكم في كتاب International Relations and Security in the Digital Age، العلاقات الدولية والأمن في العصر الرقمي. إلى هنا نأتي سيداتي سادتي إلى نهاية هذا البرنامج، دمتم في رعاية الله وحفظه.